السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتنتهي الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي الممتاز، ولكن في حاجة قبل ما نبدأ الحلقة حابب اقول ان السنة دي الدوري مختلف، يعني ده دوري اللحظات الاخيرة. الكلام اللي كان بيحصل اخر 3 سنين ده ان هو تخلص الدوري قبل 3 4 اسابيع من انتهاء الدوري، ده انساه. السنة دي كل الفرق زي ما بنقول سنة اسنانها وعايزة تكسب الدوري، فمن الاخر كده عايزين النفس الطويل. الفرق اللي عندها نفس طويل والفرق اللي السكواد بتاعها يصمد لنهاية الموسم هي الفرق اللي هتاخد الدوري ده. بصراحة شفنا جولة قوية جدا. هنبتدي بالعناوين. في الاول الاستاذ يسبح التلميذ، والسيتي يكتفي بخماسية في مرمى ارسنال، والارسنال الى اين؟ سؤال الحلقة، الارسنال الى اين؟ هنجاوب عليه ان شاء الله خلال الحلقة. اول حاجة بعد كده هنتكلم على مباراة القمة وطرد وركلة جزاء يحسمون قمة تشيلسي وليفربول في الانفيلد، ويقتسم الفريقين كل واحد ياخد نقطة ويدار مداخلك شر. وتوتنهام والبدايات الجميلة، ولكن هل تكون النهايات أجمل؟ والعبرة في الموسم الماضي. وجرينوود يحفظ له وجه يونايتد ويحفظ له 3 نقاط ليبقيه في الوصافة ب7 نقاط، وبيحفظ له ريكورد أو رقم قياسي بعدم الهزيمة خارج الديار ب28 مباراة متتالية. دي كانت عناوين الحلقة. بس الجماعة الحلوين، يا جماعة دعموا أخوكم بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، وكملوا الفيديو للآخر برضو هنستفيد مع بعض ونتعلم مع بعض. ولو حد عنده أي حاجة، الناس اللي بتعمل ديسلايك يا ريت اعمل ديسلايك، مفيش مشكلة، بس اكتب لي ايه اللي ما عجبكش في الحلقة عشان نحسنه. يعني ما عنديش مشكلة تعمل ديسلايك، ولكن اكتب لي في الكومنت ايه اللي ما عجبكش في الحلقة. ده كانت عناوين الحلقة، راجع لكم تاني ان شاء الله بعد الفاصل هنقول كل التفاصيل. ونبدأ مع أول مباراة ابتدت في الأسبوع، وكانت مباراة السيتي وأرسنال. ومباراة بصراحة أنا كنت شايف إن هي محسومة من الأول، نتيجة إن أرسنال أصبح فريق زي ما بتقول كده، عارفين الكومبارس بتوع السينما يجيبوهم علشان يضربوا مكان الفنانين الكبار. أرسنال بقى كده يا جماعة. بصراحة يعني 9 أهداف يستقبلهم الدفاع بتاع أرسنال، محرص ولا هدف في المركز ال20 بدون أي نقاط، بصراحة حاجة مغزية جدا. ولكن هل أرتيتا واللعيبة هم السبب في القصة دي؟ أنا بقول ده إرث القذر من أرسن فينجر، الإرث القذر من أرسن فينجر وعدم تطوير الفريق على مدار سنوات أدى لهذه المشكلة. تقول يا عم طب ما خدوا الدرع الخيرية السنة اللي فاتت وخدوا مش عارف الإف إي كاب وكلام. يا جماعة احنا بنتكلم على بناء فريق وليس بنتكلم على بطولة. انت ممكن تكون سيء جدا وتكسب بطولة، ولكن على المدى الطويل هتبقى هتقع، يعني هتقع. وده اللي حصل دلوقتي في أرسنال. يعني النهاردة انت بيجي فيك جونين في اول 20 دقيقة من فريق زي السيتي، مفروض بتقفل وتظبط امورك وعلى قد ما تقدر ان انت تعوض بتعوض، انما لا، مفيش اي رد فعل، وبتحس ان اللعيبة كلها، حتى لو شفنا جرانيت شاكا لما خد كارت احمر وبصراحة كان مستحق، ده يبين لك مدى قد ايه ان اللعيب بصراحة عندهم طاقة سلبية، ما عندهمش اي رياكشن للمباراة، ما عندهمش خوف على تيشيرت النادي. انت النادي ده اللي بيدفع لك فلوس وبيديك مرتبك المفروض ان انت. بصراحة انا بشفق على جماهير الارسنال وبقول لهم ربنا معاكم، لان بصراحة الفريق ضايع ضايع ضايع. على الجانب الاخر السيتي بيعوض هزيمته امام توتنهام بفوزين متتاليين، خاصة ان هو عايز يحافظ على اللقب، وبرضو السنة دي السيتي عينه على دور الأبطال ومش هينساه، فبالتالي بيكون ان هو حابب ان هو على مدار الموسم يحقق أكبر عدد من الانتصارات عشان يقدر ان هو برضو في حالة لو الدنيا وقعت معاه في دور الأبطال، يعني لو لعب في دور الأبطال والدنيا وقعت معاه في الدوري، يبقى برضو النقاب بيلمها ومحافظ على مستواه. فطبعا كان فوز متوقع. انا بصراحة هجاوب على السؤال بتاعني السيتي ارسنال الى اين. انا بقول ارسنال السنة دي لو مش على المستوى ده وقدر ان هو يبقى في الدوري فده انجاز، ولكن اكثر من كده محدش يطمع، لان المشكلة كبيرة وعميقة تتلخص ارسن فينجر يعني حط مبادئ الهزيمة. لو شفنا لقاءه على قناة بين سبورت لما كان يقول لك انا كل همي كنت ابقى في التوب فور، انا كل همي ما اخدش الا دوري واحد بس او تايتل واحد، وعمل اسطورة على ما فيش. فده الارث القذر لارسن فينجر. نتمنى الفريق زي ارسنال يعود تاني للواجهة. دي كانت اول مباراة معانا في الجولة التالتة. بعد كده هنخش يا جماعة على المباراة اللي كانت القمة الاسبوع ده، وكانت ما بين تشيلسي وما بين ليفربول على الانفيلد. بصراحة مباراة اعطت كل ما يريده اي مشاهد كرة قدم من مباراة، متعة، سرعة، تكتيك، يعني تاكتيكس من المدربين خارج الملعب. توخيل يتعامل بحرفية قوية جدا وبيثبت ان هو مدرب كبير وما خدش افضل مدرب في اوروبا من فراغ. هنتكلم على احداث المباراة. بدأت المباراة بضغط عالي من فريق تشيلسي. بصراحة تشيلسي بدأ المباراة بقوة كبيرة جدا، كان بادئ ب 3-4-3 بيلعب بلوكاكو الامام وخلفه كل من موسم ماونت وكاي هافرتس،
ولكن كاي هافرتس انا بقول ان هو مهاجم وهمي، لوكاكو بيلعب مهاجم متقدم، وصراحه لوكاكو هو يعتبر بدايه الدفاع بتاع تشيلسي، هنعرف ازاي قدام. المهم قدر من كره ركنيه كاي هافرتس وبكره بصراحه انا بقول هيدز اكيد الراجل ده متدرب عليها يا جماعه، ما تتلعبش كده، الناس بتتدرب وبتعرف تلعب ازاي الكور ثابته، بيحولها لمرمى اليسون بيكر ما بيقدرش يعمل لها حاجه وبتخش، والهدف في الدقيقه 20. وبصراحه بعدها كان يقدر فريق تشيلسي ان هو يتقدم، ولكن في الدقيقه 45 انقلبت الدنيا كلها راسا على عقب بكره ركنيه، وساديو ماني بيشوط كوره بيشيلها ريس جيمس من على خط المرمى، وبصراحه انا بقول ان هي تستحق الطرد خاصه بعد عوده الحكم انتوني تايلور للفار، اداله كارت احمر وخرجه بالطرد المباشر، ومحمد صلاح بيحولها الهدف. ومن هنا بدات المباراه تتحول الى شكل تاني، وانا بقول انها تحولت لشكل تاني مش لصالح ليفربول ولكن لصالح تشيلسي، وبين زي ما كان عنده قوه قبل الدقيقه 45 دقيقه قوه هجوميه، قدر يسبق قوته الدفاعيه، وان هو صمد لمده 45 ثانيه وشوط كامل امام فريق زي ليفربول على ارضه واستاد الانفيلد، ويقدر ان هو يطلع بنقطه ويمنع ليفربول ان هو يحرز اهداف نتيجه تفوق دفاعي وتعامل جيد من توخيل، خاصة ان توخيل دفع بكل من، يعني عندك انجلو كانتي اتصاب وخرجه ونزل مكانه تييجو سيلفا، وراح مخرج كاي هافرتس ونزل كوفازيتش. بصراحه الاثنين عملوا ظبطه شويه كده في نص الملعب وظبطوا الدنيا على مستوى الدفاع على مستوى نص الملعب، وقدر ان هو يحكم. بصراحه انا بحب المدرب اللي بقى رحم الله ومن عرف قدر نفسه، وقدر ان هو يعمل كده وظبط نص الملعب ومنع، وخاصه برضو ادوارد ماندي تصدى لعدد من الكور كبير جدا، ادت ان النتيجه تبقى 1-1، وبيخرج انا بقول ان بيخرج فريق تشيلسي منتصرا بنقطه واحده بعد طرد وضربه جزاء، وكان صراحه المفروض ليفربول يهرس تشيلسي لكن ده ما حصلش. على مستوى ليفربول يا جماعه، ليفربول بيعاني على مستوى بعض المراكز، على مستوى ريبورسون مش عارف الاصابه ولا ايه مشكلته، عندنا فيرمينيو بيتهيأ ان هو بيفقد مكانه كاساسي في الفريق لصالح جوتا، وجوتا وتالق غير طبيعي، انا ما اعرفش ازاي يقعد بصراحه لفيرمينيو، انا شايف ان فيرمينيو وخدوها مني ومش تشاؤم ولا حاجه، فيرمينيو على التراك ان هو يمشي من ليفربول، ولكن مش هنسبق الاحداث. على جانب الاخر تالق وبصراحه مكسب كبير اليوت على مستوى الوينج اليمين مع محمد صلاح، بصراحة محمد صلاح بيتحرك كتير وعنده شغل كتير وعامل شغل كتير مع أليوت، ولكن بغير فعالية. أنا شايف إن محمد صلاح بيتحرك كتير ولكن بدون فعالية حقيقية، بيبذل مجهود كبير ولكن بدون على مستوى آخر برضو ساديو ماني، ساديو ماني عنده مستوى بصراحة واقع بقاله فترة، برغم ان هو بيحاول، ولكن انا شايف ان هو خارج الفورمه بتاعت ساديو ماني اللي احنا عارفينها، اللي هو اللعيب اللي كان بيكسر الدنيا وبيعدي وبيشوط وبيعمل. فده كانت المباراه، بصراحه انا شايف ان هي مباراه عادله انتهت ب1-1، وكل فريق خد نقطه وكل فريق عنده 7 نقاط، وبتهيألي كده احنا هنشوف ان اعلن كل من تشيلسي وليفربول ان هم قد التحدي السنه دي على السباق في الدوري الانجليزي الممتاز. بعد كده هنتكلم عن المباراة التالتة، وبصراحة توتنهام بيبدأ بداية ولا أجمل كعاداته زي السنة اللي فاتت بالظبط، بدأ بداية ولا أجمل، فاز على اليونايتد 6-1 وفاز على مانشستر سيتي 2-0، ولكن البدايات كانت غير النهايات، النهايات كانت صراحة مؤسفة أدت لإقالة مورينيو، والسنة دي بيلعب في كأس اليوروبا أو المؤتمر الأوروبي، ودي كانت من ضمن الحاجات اللي خلت نجمه كين إن هو عايز يمشي. فبصراحة أنا مش بفرح بالبدايات أوي خاصة مع فرقة زي توتنهام، نصبر شوية كده لحد نص الموسم وبعدين نحكم عليهم، بس بصراحة كويس عندك 9 نقاط من 9 مباريات، 3 كلين شيت، أقوى دفاع في البطولة، فده كويس جدا، خاصة إن أنت كل الكلام كان بيقول إن كين ماشي، وكانت كل الناس بتقول إن خلاص الفريق هيقع، ولكن قدر نونو سانتو إن هو يحط بصراحة البصمة بتاعته، وبيقدر إن هو يعمل التوازن ما بين الدفاع والهجوم، وبيحافظ على الفريق برغم إن سون هو بصراحة متألق وكل حاجة، ولكن سون مش الفريق، مش اللاعب اللي يشيل فرقة، أنا بقول لك كده، سون مش اللاعب اللي يشيل فرقة، خدوا كلامي ده واركنوه على جنب دلوقتي. المهم انتهت المباراة 1-0 على واتفورد، وبيحرز ال3 نقاط، ولكن انا بقول خلينا ننتظر لحد نص الموسم، بعد نص الموسم نقدر نحسب حساباتنا ونقول فعلا توتنهام هيبقى في التوب فور السنه دي على الاقل، ولا برضو زي كل سنه بدايات قويه ونهايات اوحش من الوحاشه نفسها. المباراه الرابعه والاخيره مانشستر يونايتد وفريق ولفرهامبتون، بصراحه سولسكاير بيقدم مباراه مع فريقه، فريق مباراه كانت باهته جدا ما فيهاش اي بصراحه نجاعه هجوميه، كانت بيلعب بدون اي مهاجم صريح لحد الدقيقه 52 لما دفع او 53 لما دفع بإيدسون كافاني كمهاجم صريح، بصراحه ما حصلش اختلاف كبير، ولكن زي ما بنقول برونو فرنانديش
يتألق مباراة وينام 10. بول بوجبا بدأ مباراة قوية قلنا خلاص الراجل عمل اسيستات واقوى والدنيا هتبقى تمام، برضه نام. بصراحة ما كانش عندهم أي فعالية هجومية، ما فيش أي كور، ما فيش أي خلق، برغم إن كان دخية لولا تألق دخية والكورة بتاعت ريمون سايس اللي هو شالها من على خط المرمى بصراحة كان أحسن صد في الجولة، كانت النتيجة تغيرت على أقل تقدير، كانت هتبقى تعادل. بصراحة برضو تراوري أدامة عمل لهم مشاكل كتير جدا، ولو تراوري أدامة عنده شوية فنيات وإن هو وان تو يقدر إن هو يعني وان مان تو مان يقدر يعدي كان خلق مشاكل كتير، ولكن أنا مش حابب إن أنا برضو أسبق الأحداث بالنسبة ليونايتد. خلينا لما نشوف كريستيانو رونالدو هيجي هيظبط الدنيا في خاصة على مستوى الهجوم. أنا شايف إن هم على مستوى الدفاع كويسين جدا، بيقدروا إن هم خاصة وجود لعيب أو محارس مرمى زي دخية بيقدر إن هو يعمل لك الأمان المطلوب، وعلى مستوى إن كان ماجواير أو لوكشو أو حتى فاران بعد انضمامه لمانشستر يونايتد قادر ان هو يثبت لك الدفاع، ولكن على مستوى الهجوم بصراحه متذبذب ما بين فوق وما بين تحت. جرين وود بكره ومهاره فرديه بيقدر يحرز هدف، بيحافظ على لمانشستر يونايتد على الريكورد بتاعه 28 هدف خارج الديار بدون اي هزيمه، ودي طبعا بيسجل لمانشستر يونايتد. دي كانت النهارده كل ما يقال عن الدوري الانجليزي الممتاز. بنشوف النهارده الصداره لتوتنهام بتسع نقاط وثلاثه كلين شيت، اقوى دفاع اقوى هجوم بيتقاسموا كل من ويست هام ومانشستر سيتي ب 10 اهداف لكل هجوم. عندنا الهداف هو نجم انتوني ميشيل نجم ويست هام بثلاث اهداف، عندنا تشيلسي عندنا ويست هام عندنا ايفرتون عندنا برضو تشيلسي، كل دول عندهم 7 نقاط. دي كان كل ما نقول يعني حبينا نقوله عن المباريات الاسبوع ده. بصراحة انا شايف ان الدوري قوي السنة دي، بس لو وصلك الفيديو اوعى تبخل علينا ان انت تدوس على زر الاشتراك الاحمر ده وزر اللي جنبه الجرس ده تعمل التنبيهات عشان يجيلك كل جديد، ولو مش عاجبك حاجة اعمل ديسلايك وانزل قول لي ايه اللي ما عجبكش في الحلقة عشان نحسنه. انا محمود المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.